البداية نرحب بجميع المؤتمرات والمؤتمرين الذين تحملوا عناء السفر من جميع مندوبيات الصيد البحري على الصعيد الوطني. أولا سنبتدئ إن شاء الله بالنشيد الوطني، فالمرجو من الجميع التقديم النشيد الوطني وشكرا. شكرا للإخوان. بعد ذلك ننتقل إلى نشيد الاتحاد المغربي للشغل. نحن طرف واحد لا ينفصل، سوف نحمي ما كسبنا بالدماء. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية نضالية للجميع. في البداية أرحب بضيوف الجامعة الوطنية للصيد البحري. نشكر كل من لبى دعوة الحضور. نشكر الزملاء الصحفيين اللي غطوا هذا المؤتمر الوطني الثاني للجامعة الوطنية للصيد البحري. وما أدراك ما الصيد البحري. أود كذلك أن أحيي جميع مؤتمرات ومؤتمري المؤتمر الوطني الثاني هذا الذي ينعقد في حلته الثانية وللمرة الثانية بمدينة أكادير. الآن إلى كلمة الكاتب العام للجامعة الوطنية للصيد البحري. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس المؤتمر السيد عبد الغني الأمين باسم قطاع الصيد البحري، الأخ إدريس العسري رئيس قسم الموارد البشرية، أخ محمد حمامو مندوب جهوي للصيد البحري مدينة أكادير، الأخ حفيظ أزي باسم الأمانة الوطنية، السي حسن الدخالي باسم الاتحاد الجهوي لأكادير والجهة. يعني المسلول 2020 والجامع كيعرف على أنه هذا النجاح اللي تحقق في الاستراتيجية ديال اليوتيس ما كانش ممكن يتحقق لولا المساهمة ديال العنصر البشري. اليوم المواطن المغربي ما كيعرفش التضحيات اللي كيقوموا بها الموارد البشرية، سواء العاملة على مثل المراكب والسفن والموارد البشرية اللي كتخدم في الإدارة، سواء الإدارة المركزية أو المصالح الخارجية، لأن كل شيء ساهم في هذا النجاح اليوم بفضل إن شاء الله الحمد لله. القطاع ديال الصيد البحري وصلنا ل 20 مليار ديال الدرهم، وصلنا الصادرات ديالنا اللي كتمشي لأكثر من 90 بلد. هادشي ما جاش عشوائي ولا جرى القلم، جا بمجهود، جا برؤية استراتيجية اللي كانت واقعية، وجا كذلك بمجهود كبير اللي قاموا به الموارد البشرية كل التخصص ديالو، المصالح الخارجية، المصالح المركزية، البحارة، الضباط، المجهزين. اليوم كتعرفوا على أن هذا القطاع من القطاعات اللي معروفة عن جميع المغاربة. علاش معروفة؟ لأنه القطاع نقدر نقول لك القطاع الوحيد اللي كيعتمد المقاربة التشاركية مع الجميع. السلام عليكم. يعني ما يمكنش نوصف لكم من الشكر الامتنان ديالي للجسم النقابي ككل. يعني انا ما كنعرفش نفرق بين النقابه والرطبه، ولكن فعلا وقفوا معنا واحد الوقفه اللي كانت حقيقيه، كانت كدعمنا بشكل كبير. يعني واخا يعني النقابات لها ما لها وعليها ما عليها، ولكن فعلا وقفات. لهذا انا كنقول لهم شكرا لهم بزاف، الواحد لازم يبقى متشبث بهم بشكل كبير. اريد اليوم ان اشهد وامام الدكتور احمراوي، وايضا كنتفكروا الاخت ديالنا نبيه زوجة الدكتور شرف، وابونا جميعا الذي اصبح ابانا جميعا ابونا الركراكي، عائلات المعتقلين، بان الحكم الذي صدر في حق اخواننا هو حكم جائر، هو حكم لا نرضى به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. سيدي الكاتب العام للنقابة الوطنية للجامعة الوطنية للصيد البحري، السادة الكتاب العامون للنقابات الوطنية، سيدي ممثل الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، أيها الحضور الكريم، اسمحوا لي أن أتقدم لكم في البداية نيابة عن السيدة الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري التي كان ودها أن تحضر معنا اليوم. اسمحوا لي أن أتقدم لكم بخالي الشكر على دعوتكم الكريمة لحضور أشغال المؤتمر الثاني للجامعة الوطنية للصيد البحري المنضم إلى تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل. ويمكنني أن أقول وبكل اعتزاز أن هذه الدعوة تحمل في طياتها دلالة كبيرة.
خصكم تعرفوا بلي ان المغرب الان الحكومه الحاليه قايمه بواحد الدور مهم للرجوع لهذا العنصر البشري والتنميه ديالو من اجل النهوض بجميع القطاعات. ولذلك في الميزانيه الماليه يعني في القانون المالي الجديد اللي حنا كنصوتوا عليه الان واحد القصد وافر يعني تقريبا داك الشيء ما عمرو في هاد 20 ولا 25 سنه اللي فات تخصص التضامن والميدان الاجتماعي الان تخصص لي باش نعبر لكم بان راكم على المسار الصحيح. اليوم يتم تنظيم الدورة الثانية للمؤتمر الجامعة الوطنية للسيد البحري المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل. كما تعرفوا أن جميع الشرائح ديال السيد البحري اليوم حاضرة هنا بما فيها أطور وزارة السيد البحري وأطور القطاعات المرتبطة بها وخاصة قطاع السيد البحري البحارة ليزرماتور والربابينة حاضرين اليوم كاملين على اساس باش يجدوا المكتب ديال هاد المنظمه هذه هاد الجامعه هذه اللي هي جامعه ربما معتمده على خلق مجموعه من 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 المكتسبات لفائده هذا القطاع خائن على مستوى الاقتصادي والاجتماعي خاصه شركات في انجاح ما يسمى باستراتيجيه اليوتيس اللي هي خدمات واحد قيمه مضافه لقطاع السيد البحري ولينا اليوم لا 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 القطاع عنده واحد مكانه مميزه على المستوى الوطني ربما لتيلعب واحد الدور مهم في التنشيط الاقتصادي ديال المملكه وكذلك في تصدير مجموعه من المنتوجات البحريه على المستوى الاوروبي وهناك ايضا مجموعه من الاتفاقيات اللي دايرها الدوله مع الاتحاد الاوروبي ربما الجامعه اليوم عندها واحد حيز مهم في انجاح هذه الاستراتيجية هذه وكذلك عندها دور مهم في تطوير القطاع بشكل كلي وبذلك يتم تسوية الوضعية الاجتماعية لمجموع البحارة كذلك رغم أن هناك تحديات وتطلعات أخرى ربما الجامعة إن شاء الله في غضون السنوات القادمة غتخدم عليها باش إن شاء الله الرحمن الرحيم يولي هذا القطاع واحد القطاع اللي هو قطاع منتج وقطاع اللي هو مهيكل ومهيأ ليساهم بشكل كبير في الإنتاج الوطني وشكرا. سوف نحمي ما كتبنا من دماغنا.